قدر فهدى، قدر كل شيء فهداه لما قدره له. وهذا الأولى أن يقدر ذلك عاما، لأنك عندما تنظر إلى الهدايات، هدايات ربنا سبحانه لهذا الإنسان إلى ما لا يحصى من حوائجه في أدويته وأغذيته في مصالح دينه ودنياه، تنظر إلى إلهامات ربنا سبحانه للهوام في الأرض، للحيوان، للطير، والله ترى من ذلك العجب العجاب. أيضا الصبي عندما يولد ساعة يولد تأخذه أمه بين حضنها فتلقمه ثديها، هذا الآن ولد، كما قال ربنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا لا يعلم شيئا، ألقمته أمه ثديها فالتقم حلمة الثدي. من هداه إلى التقام الحلمة؟ لماذا لا يلتقم جانب الثدي؟ هو لا يعلم شيئا، وإنما ألقمته جزءا هكذا مكعبا، كيف يلتقم الحلمة؟ هل التقم الجانب؟ قد هو قدر له قوته وهداه إليه، لما التقم حلمة الثدي لماذا امتص؟ هذه هداية أخرى، لماذا يمتص؟ هل نفخ؟ ما الذي يدريه؟ ما الذي يدريه أنه يأخذ رزقه الذي أودعه الله ربه له في ذلك الثدي أنه يأخذه بالمص؟ من علمه؟ هل نفخ؟ هل عض؟ هل دفعه بلسانه كما يصنع عندما يقنع من الرضاع؟ للهوام في الأرض، للحيوان، للطير، والله ترى من ذلك العجب.